أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. صاحب الفضيلة، معلوم أن الله ينظر في الدنيا، وهناك قال وهنا يقول: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. أرجو شرح حجابه النور وهذه اللفظة من الحديث. حديث واضح، حديث واضح أن الله جل وعلا حجابه النور، ولو كشف هذا الحجاب احترق الكون، احترق الكون من عظمة جلاله وعظمة نور وجهه سبحانه وتعالى. الله جعل هذا الحجاب بينه وبين الكائنات، جعله رحمة، جعله رحمة ومصلحة للخلق. هذا معنى الحديث، والحجاب أمر ثابت لله عز وجل. نعم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، يعني حجبه النور عن رؤية ربه عز وجل. في رواية: نوراني أن أراه،